دكتور أيمن، في رأيك لماذا ظهرت هذه الخطة وتم الإعلان عنها بهذا الشكل إلى النور في وقت كانت كل مخططات التهجير مجرد مشروعات أو اختبارات كما كانت في بداية الحرب؟ تحية لك أختي الكريمة ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين والمتابعين الكرام. يعني أولا نشرح للمشاهدين طبعا ما هو هذا مشروع جنرالات. هو مشروع غير ايلاند الذي كان رئيس طبعا الامن القومي لاسرائيل السابق او الاسبق، وهذا جنرال كان يعمل في جيش الاحتلال في وحده التخطيط الاستراتيجي لجيش الاحتلال، وضع هذه الخطه في عام 2000. هذه الخطه كانت تفضي الى توسيع قطاع غزه باتجاه سيناء في مساحه 24 كيلومتر طولي في تصل الى مشارف العريش وتمتد حتى 20 كيلومتر شرقا، ومساحه تقارب ضعفين قطاع غزه، وقيل ان هذه المنطقه ستكون مؤهله تكون نموذج او نواه الدوله الفلسطينيه مقابل انسحاب الاحتلال من كل قطاع غزه في حينه، وتتحول هذه المنطقه لاحقا الى دوله فلسطينيه بها ميناء ومطار. هكذا كانوا يخطط في المستقبل طبعا مصادره مناطق من الضفه الغربيه وازاحه الكتله السكانيه الاكبر من الضفه الغربيه باتجاه غزه، وكذلك عودة اللاجئين يكون لهم حق في العودة إلى غزة، وبالتالي هذه ستكون بالنسبة لهم في حينه الدولة الفلسطينية. عندما انسحب الاحتلال عام 2005 في اتفاقية شارون، عادت الفكرة مرة أخرى طبعا لأيلون ليتحدث بشكل لأيلاند عفوا ليتحدث بشكل كامل على أن الآن أنا الأول لتنفيذ هذه الخطة. لكن من أفشل الخطة في ألفينات القرن الماضي الألفينات الماضية هي مصر، عندما رفضت تبادل الأراضي بشكل عام، والمشروع قدم للرئيس الراحل محمد حسني مبارك ورفض الأمر بشكل قطعي وقال لا تنازل على سنتي من سيناء، وكذلك الفلسطينيين رفضوا بشكل أو بآخر عملية التهجير. الآن تعود الفكرة لأنه سربت في الرابع من الشهر الجاري إلى الإعلام لأنها نوقشت في طبعا كابينيت الاحتلال الإسرائيلي، واضح أنها استهوت هذه الفكرة الاحتلال، والآن هم يتحدثون على خطة معدلة رغم أنه اليوم أيلاند غير أيلاند من ضمن الجنرالات الذين قدموا هذا الاقتراح، ولكن مع تغييرات مهمة. التغييرات المهمة الحديث على إزاحة كل كتلة الشمال أولا من كل ما هم شمالي نتسريم حتى جنوب منطقة إيرز، هذه المنطقة اللي تقدر مساحتها أكثر من نصف قطاع غزة أو تقريبا نصف قطاع غزة، ويقول أن بها 300 إلى 400 ألف، لا هي بها قرابة 700 إلى 800 ألف فلسطيني. الأمر يتحرك ليس في الشمال فقط ومن الشمال حتى منتصف قطاع غزة. إزاحة هذه الكتلة السكانية بعد حصارها وتجويحها إما الاستسلام أو المغادرة باتجاه ممر إنساني باتجاه دير البلح وخان يونس، هذه في المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية أيضا قيل أن إزاحة الكتلة السكانية من تبقى في خان يونس ودير البلح باتجاه سيناء، إذا المشروع يعود للطرح مرة أخرى في عقلية هؤلاء بشكل أساس، وكان المنطق يعني بكل سهولة يستطيع أن ينفذ ذلك. الموقف الفلسطيني واضح، نحن لن نقبل التهجير مهما كانت الأثمان. واليوم نتحدث عن عام أختي الكريمة من حرب إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ولا زال صامدا شامخا يرفض النزوح. وموقف مصر واضح، نحن لن نقبل لا قصرا ولا طوعا بطرد الفلسطينيين من أرضنا.